في فرنسا نفس الشعور ونفس التفاؤل لدى الجمهور المغربي الذي تابع فقرات لقاء المغرب بإيران، هو اللقاء الأول للمنتخب الوطني المغربي في مونديال روسيا. أنا جد متأكد بأن سواء ضد المنتخب البرتغالي سواء ضد المنتخب الإسباني، هنا عندنا اللاعبين الأغلبية منهم مدارس أوروبية وعنواجهوا فرق أوروبية، يمكن وأنا متأكد بأن المغاربة يمكن لهم يبلوا البلاء الحاسم في هذوك المباريات. وشكرا. كان أداء جيد، كانت متعة، كانت فرجة، كانت خطوط منظمة، لكن يعني نقص ديك اللمسة الأخيرة، وهنا كان كيتجلى الدور ديال المدرب. هذا الشيء ما خلاش أن المنتخب يوصل للشباك في عدة مناسبات، ونتمنى ان شاء الله في المناسبات الاخرى انه يفوز ان شاء الله، وعندنا ثقه في المنتخب. Alors moi j'ai pris l'initiative de rassembler les Marocains résidents au Haut-de-Seine, les Marocains du 92, pour passer des moments conviviaux. Quand vous voyez, ça tombe bien, un jour de fête, et donc on voulait faire de 2-1. Malheureusement, les Marocains n'ont pas gagné ce match, mais je ne dirais pas que c'est une défaite. On a beaucoup d'espoir pour les matchs à venir. بالنسبة للقاء، يعني بعد ما انتظرنا الفوز ديال المنتخب المغربي على المنتخب الايراني، وكان جميع التكهنات كترشح ان المنتخب المغربي ينتصر، شفنا الاجواء في الربع ساعة الأولى ان المنتخب المغربي ضغط بكل قواه، بكل ما أملك من قوة، انه يسجل. المنتخب الايراني جار اللقاء يعني من الدقيقة الأولى حتى الدقيقة 90، وهذا يعني تمنى ان احتراف كيروش كانت حاضرة. اللاعبين المغاربة حاولوا بما جهد الكفاية على انهم يسجلوا من الدقيقة الأولى حتى الدقيقة 45، ما استطاعوش. يعني 45 الأولى ديال اللاعبين يعني عطاوا اللي عندهم، بقات 45 ثانية يعني ديال المدربين، كانت يعني بعد تدخلات خشينة، وكان حتى يعني اللاعب الإيراني كان واقف، يعني لا كونديسيون فيزيك كبيرة كانت كتوقف بزاف في الملعب. Thank you.